هبدأ بقى قبل ما نخش الحراس الأهلي والزمالك في مباراة القمة إن شاء الله بكرة أو النهاردة يعني خلاص في كأس مصر. عايز أسألك سؤال شاغلني بقى لي فترة، هو إحنا ليه ما عندناش حراس مرمى في أوروبا؟ مهم، سؤال مهم جدا جدا جدا، وسؤال طبعا برضو لما جينا في فتره من الفترات كان حصل عندنا ان فتحوا احتراف حراس المرمى قريب 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 من فتره قريبه، كان فتحوا ورجع قفلوه تاني. يعني كان الاتحاد خد قرار بفتح احتراف حراس المرمى وبعدها باسبوع او اقل اتقفل تاني. انا كنت من الناس اللي معترضه تماما عن فتح احتراف حراس المرمى في مصر هنا. ليه؟ وكنت انا ليا برضو يعني قلت يا جماعه احنا لو هنفتح احتراف حراس مرمى في مصر يبقى لازم يبقى عندنا 4 5 حراس مرمى محترفين بره في انديه في اوروبا بره. ليه؟ عشان انا لما احتاج للمنتخب يجي لي حراس مرمى من الناس المحترفه دي، انما لو انا فتحت حراس مرمى عندي وام الاهلي جايب حارس مرمى والزمالك جايب حارس مرمى انا مش هلاقي جون يلعب منتخب مصر. ليه؟ دايما والكلام ده انا بقوله يعني من 40 و50 سنه حراس المرمى يا اهلي يا زمالك بيلعبوا منتخب، وده بحكم النادي الاهلي بيلعب في افريقيا وبيلعب ماتشات صعبه وبيلعب تحت ضغط جماهيري، ونفس الكلام بالنسبه لنادي الزمالك. فافضل حارس مرمى يلعب لمنتخب مصر هو يا اهلي يا زمالك، ونسبه كبيره جدا طبعا بتبقى النادي الاهلي. الواقع اللي احنا ممكن افتح معاك مناقشه في هذا الامر. اتفضل. ما احنا بقالنا سنين قافلين الموضوع بتاع الاجانب ده في حراسه المرمى، تمام، ورغم كده مفيش حراس مرمى طلعوا لاوروبا. طيب ما همشي معاك واحده واحده. مش ممكن انا مثلا لو فتحت الباب لحراس اجانب ساعتها مثلا سيب محمود جد يطلع في اوروبا، سيب محمد صبحي يطلع في اوروبا، بدل ما الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبيراميدز وفيوتشر وكل الانديه دي عماله تتخانق على كام حارس في مصر وسايبينهم هنا وسطينا ومش عايزين نسيبهم بره وعمالين ندفع فيهم فلوس كتيره؟ ما هو انت السوق مقفول عليك، انت مش عارف تجيب من بره، فانت كده كده محمد صبحي مثلا هتلاقي 10 انديه بيتخانقوا عليه وعايزين يدفعوا فيه ملايين الملايين و40 و50 مليون جنيه. ما انت لو سبته يطلع بره في اوروبا مقابل انك تسيبني اجيب واحد من افريقيا الامور هتبقى سهل، ساعتها هيبقى عندنا حراس مرمى زي ياسين بونو في المغرب. ما هو المغرب فاتحه اجانب بس حراس كام حارس مرمى في ياسين المغرب؟ بونو، مندي، ادوارد مندي، السنغال، ما هو هتلاقي 2 3 ده برضو مش رقم. بس ما انا هاجي لك بقى في الاجابه. انا موافق، بس انت عشان تطلع حارس مرمى يا كابتن كريم لازم يطلع وهو صغير. حلو. ليه؟ الفكره في حراس المرمى دي صناعه ولازم يتعود على زي مثلا دلوقتي احنا شايفين احمد نادر السيد. ما هو يعني صح، رغم ان هو في نادي درجه ثانيه في بس على الاقل هو طلع. السيستم مختلف تماما. آه. انت لما بتدخل جوه سيستم بتنجح. لان احنا عندنا مواهب في كل المجالات. وده افضل دليل على الكلام ده محمد صلاح. رغم محمد صلاح ما طلعش صغير طبعا، بس هو محمد صلاح كان عنده الرغبه صح، وراح سويسرا وبعدين راح ايطاليا يعني. فانا قصدي اقول لك ايه، انت لو انت هتفتح احتراف حراس المرمى في مصر لازم بقى هنا لازم يطلعوا هم صغيرين. ماشي. لازم يتعود على السيستم بره. يعني صبحي وجد ما يحترفوش؟ طبعا يحترفوا طبعا. طبعا. انت بتفتكر هم ليه ما بيحترفوش؟ هتلاقي برضو نفس الانديه. انا كنادي حارس المرمى ده مش كل يوم انا بيجي لي حارس مرمى كويس. ما هي دي يا كابتن، مش كل يوم هيجي. ما انا لو سبته ورحت جبت واحد صغير من افريقيا هتبقى الدنيا سهله. ما هو برضو لكن السوق في مصر هنا ما هو سوق ضيق، في 3 4 5 حراس بالكتير. بس احنا ده القصدي عليه، انت عشان تسيب لازم يبقى عندك بديل. حلو. طب البديل ده انت زي ما بقول لك كده حراسه المرمى دي مركز صعب قوي طبعا، والمركز ده لما يبقى عندك كويس بيجيب لك بطولات صحيح وبيريحك سنين صحيح، غير لما يبقى عندك حارس مرمى بيتعبك. صدقني بيتعبك سنين برضو. بالظبط. ليه؟ لان المركز ده يا بيريحك فتره كبيره جدا جدا بقى في الكوره، وتبقى انت مطمن كحارس مرمى، حتى لو حتى بيحصل له بعض الايه الضروبات والمشاكل، ده طبيعي في الكوره. مظبوط. انما في المجمل بقى التقييم في التقييم العام بتاع حارس المرمى لا. انت عندك حارس مرمى لا بيبقى حارس مرمى بيلعب بال10 و15 سنه. يعني لما تحسب النادي الاهلي من 1907 لحد دلوقتي لعب له كام حارس مرمى؟ في اكتر من 100 و115 سنه او 100 داخل في 120 سنه. هتلاقي كام حارس مرمى؟ صحيح. مش هيكملوا 10 حراس، انا بتكلم على حراس مرمى بقى لعبوا فترات كبيره، هتلاقي بيتكلم في 10 15 حارس مرمى. يبقى كل حارس بياخد له كام سنه؟ حوالي 10 سنين. صحيح. فهو ده اللي قصدي عليه، عشان كده المركز ده مركز صعب. صعب جدا. وبعدين احنا بقى عندنا مشكله كبيره جدا بقى في يعني لو قعدنا نتكلم هنتكلم كتير، بس عشان طبعا يعني ممكن هنتكلم على مباراه الاهلي والزمالك. احنا المشكله عندنا بقى في حراسه المرمى ان احنا ما بنشتغلش صح من المدارس، مدرسه الكوره من تحت. الناشئ بيتعلم غلط. الناشئ ما بيتعلم، انت بتروح مدرسه بتتعلم اول حاجه بتتعلم حتى تمسك القلم ازاي، وتبدا تكتب الف الف، وتملى الصفحه الف، وتملى الصفحه ب، وتملى الصفحه مش عارف جيم، وبعدين تشبك حرفين في بعض والحرف يجي معوج والكلمه تيجي معوجه، وبعدين تفضل تعدي تقعد سنه واثنين وثلاثه لحد ما بعد كده تكتب والخط بتاعك يطلع شكله حلو.
حراسه المرمى كده، دي مسارات عصبيه بتاخد فيها، بتاخد فيها قرار في لحظه، بتكون شكل، بتكون شكل بايه؟ بجسمي. يعني انا جسمي في كل مهاره، انا عندي مهارات كتير، عندي اكتر من 30 مهاره. انا عشان اكون المهاره دي في كسر من الثانيه، طب بكونها زي المخ بيدي اشاره، صح، الاشاره بتروح للجسم، لكل جسمي، فجسمي يقوم عامل شكل، صح. كل موقف كل موقف لعب ممكن تبقى المهاره بتاعته مختلفه شويه. طب المهاره دي هتتكون ازاي وانا اصلا شغال غلط؟ صح. وانا شغال عامل زي المرجيحه، يعني الناس الناس تحت بتاسس. المدرب بيبقى عايز الحارس مرمى وعنده 10 سنين و12 13 سنه ياخد كره عرضيه، ياخدها ازاي؟ مظبوط. ده لها خطوات ولها اسلوب، يعني مش العمليه مش سهله. عايز حارس مرمى مش عارف ياخد، لا، الدنيا صعبه جدا. صحيح. طيب